بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالناس في النهاية وفي يوم القيامة على فريقين: فريق مآله إلى الجنة وفريق مآله إلى النار والعياذ بالله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المقصرين وأن يشملنا برحمته قبل عدله وأن يقبلنا على ما نحن عليه من ضعف ومن عمل، فهو كريم ونحن نحبه ونحب كرمه ونحب عفوه ورضاه. فاللهم يا ربنا احشرنا مع القوم المؤمنين. وهذا التشقيق في يوم القيامة يسبقه تمهيد وتهيئة فيها نوع من أنواع الحساب، وفيها نوع من أنواع العرض، وفيها نوع من أنواع العتاب، وفيها نوع من أنواع العقاب، وفيها نوع من أنواع الثواب. إذن فهناك عقاب وهناك ثواب وهناك عتاب وهناك حساب. ولذلك فإن يوم القيامة يمتد امتدادا شديدا وقدره ربنا بألف سنة مما نعد، فكل واحد يستعد إذن أنه يجلس ألف سنة. تخيل نفسك بلا عمل ولا أهل، وأنك قد بعثت يوم القيامة على هيئتك المكلفة، عاقل مستوعب فاهم كل حاجة، ثم جاء العرض، والعرض يستعرضون فيه حياتك منذ أن كلفت وإلى أن مت، ولكن مع إظهار ما كان خفيا. إيه اللي كان خفي؟ فكرك. إيه اللي كان خفي؟ ما فعلته من وراء الناس. فكرك اغتبت فيه أخاك، هيظهر على الشاشة انك انت بتشتمه، وانت بتشتمه يوقفه جنبك كده: الله انت شتمتني، يا دي الفضايح، شتمتني ليه؟ طيب انا عملت لك ايه؟ انت نفقتني. طب نفقتني ليه؟ ده اللي انت بتقوله كده بتقول احلام سيادتك اوامر، وفي مخه بيقول الله يخرب بيتك، هيظهر الكلام. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم استرنا يوم العرض عليك. ممكن الفيلم ده تشوفه انت لوحدك، وممكن الناس يشوفوه، فنسأل الله الستر، يا رب استرها معانا.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الله، ده حاجة خطيرة. ففي يوم العرض عليه هيمتد الأرض، هنعيش 100 سنة، ده انا هقعد دلوقتي عاملين حسابنا على 1000 سنة. 1000 سنة جاية ليه؟ ما هو انا لما فكرت شتمت اخويا ده اللي هو جابه عشان يشوف، وبعدين هو كمان وراه مسؤوليات تانية وحساب تاني، فهو جه وراح، فبقى الزمن محتاج زمن اكبر. ولما شتمته شتمت مع واحد تاني، فالفيلم يرجع تاني علشان التاني يسمع، ما يفضيحة بجلاجل بقى. فاذا ما تيلا نلايمها من هنا من الدنيا، ونخلينا صادقين مع ربنا وصادقين مع انفسنا، ونبطل الحاجات دي. بس دي عملية سهلة على من سهلها الله عليه، وصعبة على من لم ييسرها الله له. فأما الذين آمنوا، أدي جانب، وعملوا الصالحات، يبقى العمل الصالح نقدر نقول عليه أنه الدال على الإيمان. ولم يرد ولو مرة واحدة في القرآن ذكر الإيمان إلا معه العمل الصالح. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيلا نقرر مع أنفسنا إن إحنا نعمل الصالحات. الحسنات يذهبنا السيئات، لكن السيئات ما بتذهبش الحسنات. فلذلك عملوا الصالحات دي منهج حياة. الواحد يغتاب واحد كده ومستغفر له، بعدها يقول اللهم اغفر له يا رب، القلب مختلف لما اجيب سيرتك بالسوء وبعدين اقول اللهم اغفر له. ما حقدش عليك، ما استمرش في الضغينة بيني وبينك، اهدى، انا نفسي اهدى، يا رب اغفر له، يا رب سامحني يا رب. والملائكة تقعد 6 ساعات لما تشوف الاخطاء، تقعد 6 ساعات، لقيتك انك انت رجعت ما تكتبهاش، ما رجعتش تكتبها بقى، بس بعد 6 ساعات. عملت ذنب، طلع صدقة بسرعة، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عملت ذنب، روح اتوضى، صلي 2 ركعة، اعمل، وهكذا. وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. التوفية الإتمام والإكمال، حاجة كده تبقى كاملة تامة، فيها وفاء. طيب، عطاني الثواب بتاعي ووافي بس كده، ده مش الكريم ما يعملش كده. ويزيدهم من فضله، يزيدهم من الزيادة بتاعته. ولذلك ما انتش هتعرف تحمد ربنا، مش هتعرف تشكره. كل ما تشكره، كل ما يحتاج شكرك انك تشكره تاني على انه وفقك انك شكرته. يعني هو صاحب فضل علينا على طول، مش هينفع نخرج لا من سماه ولا من أرضه ولا من فضله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكمان في الآخرة ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا عن عبادته سبحانه وعن أن يسموا الأشياء بأسمائها واستكبروا، طلبوا الكبر، والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الخردل ده يوزن قد ايه؟ 6000 حبة توزن جرام،
يبقى الخردل 6000 حبة توزن ايه؟ جرام واحد. يعني واحد على 6000 من الجرام، يعني قد ايه؟ دي قشرة بقى، دي قشرة، ما هي حبة الخردل كده خفيفة خالص لدرجة انها عاملة زي قشرة الفول المدمس اتقل منها. حبة، مثقال حبة من خردل من كبر مش هيدخل الجنة. ايه ده؟ فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. واحد بيقول لي وانتوا كل حاجة كده عذاب أليم عذاب أليم. قلت له أيوة، علشان ما تعملش ما تفسدش في الأرض. أما الله فهو رحيم وهو جميل وهو عفو، فما تخافش من ربك، حبه يحبك. ده بيقول لك كده علشان بيقول لك لو عملت كده هقطع لك رقبتك، ها، عشان ما تعملش وما تفسدش. لو انك فهمت ان ربنا بيحبك لانك بتحبه هتفهم. لو انك متكبر وفاكر ان راسك في مقام الله فانت حر، انت جبته لنفسك. حب ربنا، ده ربنا بيحبك. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.